السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحباب طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدرسة التميز النموذجية، ها نحن الآن مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية، وعنوان درسنا أعمر بيت الله تعالى. أتينا وفودا إلى المسجد، صغارا كبارا لكي نهتدي، فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد. أتينا لنحفظ آي الكتاب، ففيه الهداية فيه الصواب. أتينا لنقرأ هدي النبي وسيرته وحكايا الصحاب، وسيرته وحكايا الصحاب. أتينا وفودا إلى المسجد، صغارا كبارا لكي نهتدي، فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد. افتحوا يا أحبابي الكتاب صفحة رقم 140. قولوا معي: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما معنى يا أحبابي عمارة المساجد؟ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما هي بيوت الله في الأرض يا شباب؟ بيوت الله في الأرض هي المساجد. أتدرون يا أحبابي أن عمارة المساجد تعني بناءه وتنظيفه والعبادة فيه؟ قال عبد الله: أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة بناء المسجد، كما قلنا في الدرس السابق. يبقى ما معنى عمارة المساجد؟ أو عمارة المسجد تعني بناء المسجد، أني أبني مسجدا وأنظفه وأتعبد فيه، أي أقيم فيه الصلوات والعبادات. وأول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة قلنا إيه؟ قلنا هو بناء المسجد. وأفضل المساجد التي يسافر إليها المؤمنون لينالوا ثواب الصلاة فيها ثلاثة مساجد، كما قلنا في الدرس السابق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. افتحوا الكتاب يا أبطال على صفحة رقم 142، وهيا للنشاط الأول. أصل بين المسجد وموقعه، هذا مسجد وهذا مسجد وهذا مسجد. المدينة المنورة مكة المكرمة مدينة القدس. ها، أول مسجد، ها، مكة المكرمة. إذن يقع هذا المسجد بمكة المكرمة، مدينة القدس. يقع المسجد الأقصى في مدينة القدس. يقع المسجد النبوي بالمدينة المنورة. إذن المسجد الحرام
بمكة المسجد الأقصى، بالمدينة بمدينة القدس، والمسجد النبوي في المدينة المنورة. أحسنتم يا أبطال. أتناقش مع زملائي في المجموعة لإكمال العبارات الآتية: أكبر مسجد في الكويت اسمه، ما أكبر مسجد في الكويت يا شباب؟ من يتذكر؟ أحسنت، المسجد الكبير. ومن أشهر من أما المصلين فيه؟ من أشهر إمام صلى بالمصلين؟ الشيخ مشاري العفاسي. ومين؟ الشيخ فهد الكندري. ومن؟ الشيخ وليد العلي. ومن أشهر من أما المصلين في الحرم المكي؟ من أشهر إمام صلى في الحرم المكي بمكة؟ الشيخ عبد الرحمن السديس، الشيخ سعود الشريم، الشيخ ماهر المعيقي. بارك الله فيكم يا أحباب. أتينا وفودا إلى المسجد، صغارا كبارا لكي نهتدي، فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمدي. أتينا لنحفظ آية الكتاب، ففيه الهداية فيه الصواب، أتينا لنقرأ هدي النبي وسيرته وحكايا الصحاب، وسيرته وحكايا الصحاب. ما هي يا شباب مظاهر عمارة المساجد؟ أول شيء بناء المسجد وفرشه، بناء المسجد وفرشه، هذا هي أول مظهر من مظاهر عمارة المسجد. اثنين، الاهتمام بنظافة المسجد والعناية به، يبقى بناء المسجد وفرشه. اثنين، الاهتمام بنظافة المسجد والعناية به. رقم ثلاثة، إحياء المسجد بالصلاة والدعوة إلى الله تعالى فيه. إذن من مظاهر عمارة المساجد بناء المسجد وفرشه، أن أبني المساجد وأفرشه بالسجاد الجميل، وأهتم بنظافة المساجد، إن كان فيه أي شيء أشيله وأرميه في سلة المهملات وأحافظ عليه، وأحيي المسجد بالصلاة والدعوة إلى الله تعالى فيه، وأن أحافظ على صلواتي والصلاة في جماعة دائما كي يوفقني الله تعالى. افتح الكتاب صفحة 144 هيا لنعدد بعضا من مظاهر عمارة المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له أنها ماتت، قال: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. يا شباب، كان هناك امرأة سوداء تقوم بالمسجد، تحافظ على المسجد، تبعد منه الأشياء الموزينة، فلما ماتت سأل عنها النبي، فقيل له أنها ماتت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها. هيا نستنتج من الحديث الشريف السابق مظهرا من مظاهر عمارة المسجد. احنا قلنا الاهتمام بنظافة المسجد، مثل ما كانت تعمل المرأة، كانت تقوم على نظافة المسجد.
هيا نستنتج بعضا من أجر وثواب عمارة المساجد. إيه أجر وثواب عمارة المساجد؟ لو أنا حافظت على المسجد واهتميت به وفرشت بفرش طيب وإقمت فيه الصلاة، ما أجر وثواب هذا كله؟ سأحرص على تعمير المسجد بتوفير المناديل الورقية وأصلي فيه كل صلاة بإذن الله، هذا من عمارة المساجد. أحسنت يا عبد الله، إنك ستكون من عمار المساجد الذين يكرمهم الله تعالى. مثلما قلنا يا شباب أن الذي يحافظ على صلواته ويبني المساجد ويعمرها ويهتم بنظافتها يبارك الله له ويعطيه من الأجر والثواب العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المساجد بيوت الله في الأرض، وإنه لحق على الله أن يكرم من زاره فيها. يبقى يا شباب المساجد بيوت مين؟ بيوت الله، واللي يحافظ على بيت الله ربنا بيكرمه. ما ثواب من يعمر المساجد؟ إذن يا شباب ثواب من يعمر المساجد: الجوار المبارك يبني الله له بيتا في الجنة، كفارة الخطايا بكثرة الخطى إلى المساجد. ألف الجوار المبارك. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا، ومن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ اثنين يبني الله له بيتا في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. ثلاثة كفارة الخطايا بكثرة الخطى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. إذا من تطهر يا شباب في بيته ثم ذهب إلى المسجد ليصلي فريضة من فرائض الله، كل خطوة كان يخطوها تبعد عنه خطيئة والأخرى ترفعه درجة في الجنة. هيا إلى النشاط الثالث، افتحوا الكتاب صفحة رقم 147. هيا لنصف الشعور كل طالب فيكم كلما دخل إلى المسجد. أصف شعوري كلما دخلت مسجدا: الراحة والطمأنينة. ب أنا مسلم، أحرص على أن أكون من عمار المساجد. وإذا رأيت المسجد غير نظيف فإني ماذا أفعل؟ إن دخلت المسجد وكان غير نظيف أحاول أن أنظفه، أحاول أن أنظفه. أحسنتم يا أبطال. أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي، فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد. وبعد أن انتهينا من درس اليوم هيا لنلخص ما تعلمناه في هذا الدرس الجميل. أولا لابد أن نحب المساجد، لأن المساجد هي بيوت الله في الأرض. اثنين أعمر بيت الله تعالى بالصلاة فيه والدعوة إلى الله تعالى.
ثلاثة، أحب بيت الله تعالى وأدخله بطمأنينة. القيمة المستفادة يا أبطال من هذا الدرس حب المساجد. طيب، وما المظاهر السلوكية التي تعلمناها؟ أحافظ على الصلاة بالمسجد وأتحدث مع أسرتي عن ثواب بناء وإعمار المساجد. يبقى لابد من المحافظة على الصلوات في جماعة بالمسجد، وأن أتحدث مع أسرتي عن ثواب بناء وإعمار المساجد. هيا إلى التقويم. معلمي يسأل ونحن نجيب. السؤال الأول: لما سمي المسجد ببيت الله تعالى؟ من يجاوب؟ لما سمي المسجد ببيت الله تعالى؟ نعم، جاوب. لأن النفوس تتطهر فيها، والمؤمن يجد راحته ويناجي الله ويتوجه إليه بالعبادة فيها. أحسنت يا بطل. أي مساجد الأرض أحب إليك وما السبب؟ أحب المساجد إلي هو المسجد الحرام، لأنه قبلة المسلمين. بارك الله فيه. ما اسم المسجد الذي تصلي فيه صلاة الجمعة؟ المسجد القريب من منزلي. أحسنت يا بطل. أتينا وفودا إلى المسجد، صغارا كبارا لكي نهتدي، فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد. دال: ما المناسبة التي تحب أن تشارك فيها بالمسجد؟ حضور صلاة التراويح والعيدين. أحسن. عبر عن أهمية مسجدك في حياتك في سطرين. إيه أهمية المسجد في حياتك؟ المساجد بيوت الله، فيها الصلاة والعبادة وقراءة القرآن. وجه كلمة لأخيك الصغير للمشاركة في تعمير المسجد بالخير. قل كلمة لأخيك للمشاركة في تعمير المسجد بالخير. المحافظة على نظافة المسجد وحضور الصلاة المفروضة من عمارة المساجد. أتينا وفودا إلى المسجد، صغارا كبارا لكي نهتدي، فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد. افتحوا الكتاب صفحة رقم 149، وهيا لنوجه كلمة مناسبة لأصحاب الصور الآتية. أولاد يلعبون بجوار المسجد وكسروا المسجد والباب والشباك. نقول لهم أن المساجد بيوت الله، يجب عدم إتلافها وتخريبها. رجل يصلي ويضع أمامه القرآن على الأرض. أقول له: احترم كتاب الله ووضع القرآن في مكان مرتفع. عليه احترام كتاب الله ووضعه في مكان مرتفع. ماذا تقول لرجل شوف يعمر المسجد ينظفه، والآخر يسقي الزرع في الخارج؟ ماذا تقول لهم؟ تنظيف المسجد والاهتمام به. وأقول لهم: بارك الله فيكم. وآخر يعطر المسجد، والآخر يضع المناديل الورقية، وآخر ينظف المصحف ويضعه على الطاولة. أقول له: تنظيف المسجد وتعطيره، فكل هذا من إعمار المساجد. أتينا وفودا إلى المسجد، صغارا كبارا لكي نهتدي،
فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد. وبكذا يا شباب نكون انتهينا من درس اليوم وهو إعمار بيوت الله تعالى. اللهم اجعلنا من الذين يعمرون المساجد والمحافظون على الصلوات في جماعة. وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.